لكم مشاهدينا مجددا اهلا بكم. يسرني جدا ان يكون ضيفي اليوم الدكتور الفنان التشكيلي عبدو عثمان. حبابك الف. دكتور عبدو هو كان لفتره رئيس قسم النحت بكليه الفنون الجميله، وايضا كان رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين لدوره العام 2006. حبابك الف. شكرا جزيلا للاستضافه دي. حياك الله. ونرجو نكون مفيدين للمشاهد يعني. اكيد اكيد. راس القسم حقيقه هي دوره اداريه بيمر عليها مختلف الاساتذه. ولما اتى دوري انا كنت 2004 تقريبا او 83، انا جيت من البعثه من انجلترا 83 وكنت رئيس القسم لحد مطلع التسعينات. وبالنسبه للاتحاد التشكيلي برضه ايضا هي دورات بتمر بال مسيرة الاتحاد نفسه، فكانت الدورة 2004 2006 كنت رئيس لهذا الاتحاد التشكيلي. وعملوا عمل الاتحاد طبعا بيندرج تحت المسمى نفسه اللي هي تطوير العمل التشكيلي بصورة عامة وإفادة التشكيليين كتشكيليين كقطاع. ودائما برضو الإنجازات محدودة لأنه الإمكانات إلى الآن هي يعني متواضعة شديد، والاتحادات تنتظر الدولة تدعم في مسائل كثيرة خاصة فيما يختص بالإسكانين. نعم. يعني المسألة بتاعت التوطين، المؤسسات الثقافية زي دي تحتاج إلى دعم من الدولة. إلى الآن الاتحاد التشكيلي منذ الاستغلال إلى الآن لم يجد مغرا عشان هو يستغل عليه، وبالتالي يواصل عمله، والعمل متسمر يعني بالمناسبة. إلى الآن لحد قبل شهر قامت دورة جديدة من الاتحاد برئاسة بعض زملائنا وإخواننا، وهو مستمر كعمل تشكيلي لكن منجزات عامة. نعم. نعم. طيب الدكتور عبدو، يمكن تحدثت عن ضيق نعم. الإمكانيات واعتماد الاتحاد على الدولة. نعم. بصفة عامة يعني أنتم كتشكيليين كيف ترون أهم ما أنجزتموه بنفسكم خلال الفترات الماضية؟ أنا أفتكر أنه الحس العالي الوطني عند التشكيليين عالي جداً، ويبدو لي انه المزل جاي من 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 اشياء كثيره. اول حاجه انه الدراسه نفسها هي دراسه انسانيه اكثر منها، ليست عميقه الابعاد العلميه، بمعنى مش تشبه العلوم الثانيه زي الساينس الاخرى، لكن هي لها جانب الانساني. والبحث بجانب الانساني دائما بيخليك انت يعني اقرب الى الناس ومشاكلها. ده بيخلي تناول القضايا نفسها في الفنون هي مربوطه بالانسان. نعم اكيد. ومنذ الاستغلال يعني التشكيل كان حضور في اول مظاهره خرجت للاستغلال سنه 56، كان لافته الاتحاد التشكيليين السودانيين معلقه الاولى وغيرها ما كان في اي اتحاد اخر. فده يوري يعني اهتمام التشكيليين والتشكيل بانه الدور القومي الدور الوطني كان عالي جدا جدا. والى الان حتى في الثوره الاخيره ثوره نعم. 19 كان الناس بيسموها ثوره التشكيل. نعم. استاذتنا الكريمه استاذه كماله ابراهيم اسحاق نعم. هي اطلقت هذا الاسم، قالت هذه ثوره اكتوبر كانت بالنقابات نعم. وهذه الثوره بالتشكيل. وكان التشكيل حضور في كل جدران المنطقه في الوسط نعم. الخرطوم، على حوائط الخرطوم شاهده على ذلك. نعم صحيح. دكتور عبدو يعني رأست قسم النحت، والنحت كما نعلم جميعا يعني نعم. يتطلب الصبر ويتطلب الموهبه. نعم. يعني حدثنا في هذا الجانب. هو طبعا الهوايه شيء مهم جدا. أيوه. يعني الهوايه و الهبه هي ايضا في ليست في مجال الفنون فقط، في المجالات الاخرى في العلوم موجوده. يعني اللي كانوا شاذين في العلوم هم ناس موهوبين. والابداع دي ربنا سبحانه وتعالى بيديه في كل المجالات الفكريه والفنيه الموسيقيه خلافه. فبالتالي كانت الاتجاه ده اتجاه كان فطري بداخل نفسي انا عشان امشي للنحت دي. والنحت حقيقه هو قديم يعني من الحضارات الاولى طبعا. وهو اللي سجل لنا التاريخ. يعني منذ الكهوف الاولى ما كان يمكن قراءه التاريخ الا من خلال هذه الرسوم اللي موجوده واللي تنازلت في منتهى الحضارات الا حضاراتنا الاخيره حضاره كوش مثلا. كل الموجود فيها كان لو لا النحات والنحت ما كان قرينا الماضي حقيقة. اطلاقا. نعم. فدي دي 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 مساله مهمه. النحت كنحت يعني رغم ما يقال عنه ورغم المفهوم العام عنه لكنه يظل هو شيء اساسي في بصمتنا الانسانيه والتاريخيه. نعم. طيب دكتور عبدو، يعني
لعل أهم يعني ما نتابعه من خلال رئاستكم لاتحاد الفنانين التشكيليين وأيضا التدريس عبر الجامعات، بالتأكيد ستتابعون مثلا دفعات تكون متميزة في خلال مسيرتك. دفعة تميزت وأخرجت من الفنانين والنحاتين والتشكيليين ما كان يميزها يعني من خلال أنتم تدرسكم في الجامعة. الدفعة طبعا كثيرة جدا. يعني أنا بدرس في الكلية من 77 وخرجت البعثة ورجعت 83 ومستمر إلى الآن، لكن الذاكرة قد لا تحفظ كل الدفع، لكن المميزين مؤكد كل دفعة في مجموعة من المميزين. خاصة الدفعة الآن بقت ما مش في زي الزمن السابق، الزمن السابق كان محدود، يعني كلها ما كان بتاخذ أكثر من 40 طالب، الآن تجاوزوا 300 طالب، ومع ذلك مع ضيق الإمكانات والقدرات الأساسية البنيات الأساسية، مع ذلك في قدر كبير جدا جدا من الإبداع، قدر كبير جدا من الخريجين اللي بيطلعوا مننا وهم يعني أقوياء في تخصصاتهم. نعم. طيب دكتور عبدو، يعني لفت نظري لنقطة مهمة جدا، القبول. نعم. بالنسبة للجامعات. نعم. الآن قد يكون الدفعة مثلا بها 300 طالب. نعم. وسابقا قد يكون 40 أو 45 طالب. نعم. يعني برأيك يعني القبول بالنسبة للجامعات أو الكليات التشكيلية والفنية، هل من الضروري أن يلفت مثلا نظر الوزارة لأهمية مادة الفنون؟ نعم. في ذاتها يعني، والآن الدفعات الموجودة في الجامعات يعني البعض يعاني من أنه غير موهوب مثلا في الفنون، ولكن النسبة أو القبول هو الذي أحضروا للكلية. صحيح. كيف توصف ذلك؟ صحيح، هو ده يعني ناتج من أنه التوسع في التعليم بقى واسع جدا. نعم. وسياسات مشت في اتجاه التوسع الأفقي لكن وليس الرأسي. نعم. بمعنى انه التجويد فيما يختص بالبنيات الاساسيه اللي لها علاقه بالتعليم، سواء كانت مناهج سواء كانت امكانات داخل القاعات، وده ضعيف جدا جدا. ودي يعني اديك مثال، كليه الفنون الجميله هي نفس الكليه اللي شيدت سنه 46، هي نفسها الى الان. نعم. نفس المباني اللي كان بيشيلها عدد بسيط جدا من الطلاب، هي الان بتستوعب الدفعه الواحده ما اقل من 250 طالب. نعم. ده ممكن يكون هو زي ما نقول اوفرلود على كل شيء. نعم. على السيتنج، على الكراسي، على الطاولات، على الاضاءه، على المباني، بيستهلكها. نعم. وما فيش تجديد حقيقي للاسف الشديد، يعني التعليم بصوره عامه كباقي المؤسسات الثانيه، الوزارات الثانيه، الضعف في التمويل هو مشكله. مشكله كبيره، يعني بقى الناس ياكلوا من العظم ليس من اللحم. يعني العظم نفسه الناس هبشوه، وبالتالي هو ما حيستطيع يعني كأعمدة حاملة التعليم وحاملة المؤسسات الثانية انها حتنهار في يوم من الايام. فنرجو انه ده ما يحصل، انه الدولة تنتبه للمسألة دي، في انه التعليم كان في الثانويات زمان لانها كانت محدودة، كان المدارس الثانوية كل مدرسة تقريبا يكاد يكون فيها 2 من المدرسين بتاعنا الفنون، فبيقووا المستوى بتاع الطالب اللي بيجي للجامعة. نعم. وكان بالمناسبة مش للفنون فقط، كان كليات الهندسة، كليات الطب، ما بتختار الطالب الماخذ فنون في الشهادة السودانية، لأنه عنده بعض المهارات اللي بتخليه يكون مميز في الطب بالذات في الجراحة أو في الهندسة أو في الهندسة. نعم. المعمارية أو الهندسة الأخرى يعني. فقلت المسألة دي، بقى المدارس ما فيها معلمين بتاع فنون كثيرة برضو لظروف كلنا نعرفها يعني، وبالتالي في مدارس الآن ما فيها مدرسين بتاع فنون، بيكون في طالب للأسف الشديد هو عنده قدرات وعنده توجه للفنون لكن ما في زول بوجهه. يعني برأيك يعني لماذا عدم الاهتمام بالفنون في التدريس تحديدا؟ أول حاجة خلية المرتبات غير جاذبة. يعني الفنان التشكيلي ممكن يمشي يدرس وممكن يمشي السوق، يدخل السوق بقدراته الفنية دي، وفي مكاتب الآن وفي شركات كثيرة غوامة للتشكيليين يعني. نعم. فلما هو يغارينا بأنه لما يمشي يدرس في التربية والتعليم ممكن يتحصل عليه وهو خارج التربية والتعليم في السوق أضعاف أضعاف اللي بيلقاه هناك. طبعا. فيبقى بالتالي الخيار بقى واضح بالنسبة للتشكيلي، وهي موضوع بتاع معيشة يعني أكثر. نعم. منها. نعم. طيب دكتور عبدو، يعني
طالب الكلية الفنية. نعم. يعني بالتأكيد بعد أن يدرس مثلا سنة تحدد ميوله إذا كان نحت أو فن تشكيلي. نعم. يعني أعتقد أن أنا يعني عايز أعرف الطريقة كيف يتم اختيار الطالب وتحديد إنه. نعم. يمكن أن يكون نحات أو رسام تشكيلي من حسب الموهبة أو ميوله للمادة نفسها. الزمان كان حسب الرغبة، حسب ميوله ورغبته هو. أيوة. لأنه كان العدد بسيط. لكن للتنافس الحالي السيدية اللي نحن فيه من ثورة التعليم سنة 92 تقريبا، الثورة الكبيرة حصلت في التعليم. نعم. وسموه مضاعفة القبول، كان يعني الدفعة الواحدة بقت دفعتين، فهذه هي المضاعفة. فده بيخلي الطلاب في المجال بتاع الاختيار بيقوا فيه منافسة عالية. يعني كل قسم من الأقسام لا يسع أكثر من 15 طالب. نعم. لكن تلقاه هو الآن هو مسحوم جدا بضعف العدد ده. فيبقى بالتالي لما أنت عاوز تختار تخصص معين، الرغبة لها 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 مكانة. تحصيلك أنت في السنة الأولى، هي مسميها سنة بتاعت بيزك ديزاين اللي هي أساسية. أساسية. فلو أنت أداءك فيها كان عالي، معناها ممكن أنت تختار أقسام معينة أو جهدك ده بوديك لها. طيب ممكن يكون الأستاذ يوجه رغبة الطالب أو حسب ما يرى أو يتابع من خلال تحصيله. نعم. في المواد. ممكن هو يرى الطالب، في الطالب ده أحسن حاجة هو بيشتغل في الشغل بسميه 2 dimension اللي هو ذو البعدين الاثنين. نعم. ما ثلاثة أبعاد زي الخزف، زي النحت، زي التصميم الصناعي، دي عاوزات شغل بسميه 3 dimension. فالأستاذ ممكن يرى إنه الطالب ده ممكن حتى لو هو شافه كطالب، لكن ممكن الأستاذ يشوفه يوجهه، لكن ما يعني مش بيصر عليه، لكن بيوجهه يقول له أنت ممكن تكون أحسن في الحتة الفلانية، والخيار له بعدين. دكتور عبدو، يعني أكيد المشاركات الخارجية لكم كاتحاد للتشكيليين لها دور كبير جدا في إثراء المسيرة بنفسها. يعني كيف ترى موقف السودان في المشاركات الخارجية عموما، يعني خاصة أن هنالك أسماء كبيرة ولامعة عكست اسم السودان في كل المحافل الخارجية؟ والله إذا دي بعض المرارات، طبعا في حتات كثيرة فيها مرارات. نعم. يعني الأسماء اللي أنت تفضلت وذكرتيها زي أساساتنا الصالحي وشبرين وبسطاوي. نعم. كل العقدة الفريدة في الدرسونة في كل الفنون الجميلة دي الحفر وحفر بأصابعهم عشان ينالوا مواقعهم دي في العالم برا يعني. والدولة ما كانت وراه إطلاقا، وإلى الآن الدولة يعني للأسف الشديد ما بتدعم المشاركات الخارجية، يعني إلا ما ندر. وبعدين ما كل الدعم اللي بيخلي الزول الإنسان جاته دعوة كاملة ما بيدعم كاملا، يدفع له جزء منها، الباقي هو كمله بنفسه، وقد لا يستطيع وقد لا يمشي عشان يشارك في المشاركة دي. المشاركات الزيدية هي حقيقة يعني نحن ما فاهمين إنه قدريش ممكن تعيد للسودان سمعة إضافة إلى اسم السودان يكون موجود في محفل من المحافل، سواء كان في الطب، سواء كان في الهندسة، سواء كان في الفنون، سواء كان في المعمار. المشاركة دي هي نفسها بتخلي اسم السودان موجود داخل المنشط دي، وبالتالي ده العائد الحقيقي إنه اسم السودان يكون موجود برا في كل منشط. نحن في التشكيل كل الجهود بنعملها هي ذاتية فردية. نعم. أو أحيانا يتفضل عليك من هناك من الجهة الدعمك أو ديها المقدمة الدعوة ترسل لك تذاكر عشان تجي. طيب دكتور عبدو، يعني باعتبارك متخصص في فن النحت، وتحدثنا قبل قليل عن أن النحت هو من يثري الحضارات، يعني نحب أن نتعرف أنتم كنحاتين ومتخصصين في هذا المجال، دور النحت في توثيق الحضارات أو تاريخ حضارات السودانية باختلافها، وأيضا من حقبة السبعينات وحتى الآن كيف كان دور النحت في التوثيق لتاريخ السودان بصفة عامة؟ وزي ما يعني تفضلتي حقيقة هو النحت بغير الفنون الأخرى يعني، لكن ممكن النحت والخزف هما الاثنين اللي وثقوا للحضارة الإنسانية منذ الكهوف، لأنه فيها قراءات يجي دور الآثاريين مع هذا الماضي من خلال المعثورات دي، وقرأ التاريخ من خلال ذلك. يعني علوم الآثار هي علوم عندها الإمكانية تقرأ التاريخ، والتاريخ ما نقرأ إلا من خلال التماثيل ومن خلال الأبنية الضخمة اللي توفر فيها، وفيها رسومات وفيها كتابات.
ده بالضبط يعني دور الفن في ما يختص بالمجالين ديل. نعم. يعني دكتور عبدو يمكن هنا نقطة مهمة جدا. نعم. أنت من المشاركين في ترميم القصر الجمهوري. نعم. الأول يعني. نعم. أكيد هنالك صعوبات وأشياء أيضا جميلة واجهتك خلال الترميم، حدثنا عن هذه التجربة تحديدا. الحقيقة هو القصر القديم اللي هو كان المعقل بتاع الحاكم البريطاني في تعاقبهم نفسه. نعم. لكن كانت تخلفت مجموعة من الأشياء المستخدمة داخل القصر، وكان الكنيسة منذ الاستغلال بقت هي طبعا ما فعالة. نعم. مجرد ما الإنجليز خرجوا من السودان الكنيسة بقت هي هادئة، ما فيها قراءة، ما فيها صلاة يعني. فعملوا مخزن للقصر الجمهوري. فكان فيه كمية من الممتلكات، وأنا كنت ضمن لجنة فنقبنا داخلها، فطلعنا كمية أسهل المتحف الموجود حاليا، لو في أي من السودانيين زار المتحف تاع القصر. هي دي الأشياء اللي كانت نحن طلعناها من الكنيسة القديمة. نعم. كانت ممتلكات ممتازة جدا جدا. التجربة في ذاتها وأنت تتابع هذا التاريخ. أي نعم، يعني بتفاجئ منه تلقي في 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 يعني أعمال فنية بالمستوى ده. إنها راغية جدا في الأداء، راغية في أنواعها، وكانت مدسوسة يعني، وبعضها كان تالف. إلا عملنا مع أخواننا في متحف السودان القومي، صنّا بعض الأشياء الموجودة، والآن المتحف هو بيحكي عن تاريخ حقبة معينة اللي هو تاريخ بتاع السودان في الفترة دي معينة ببصمات تاعت الإنجليز وقتها. وأنا أفتكر إنه ده دور الفن يعني، حتى لو عملوه الإنجليز بالنسبة لنا إحنا وجدنا معصورات كان لها بحقبة تاريخنا دي. يعني من ضمنها مثلا اديك مثلا في البيانو بتاع غردون مثلا، ده تحفه نادره جدا جدا كانت موجوده في السودان، شويه حصلت لها بعض الاشكالات. في مثلا السفينه البوردين مثلا اللي كانت حصل فيها المعركه بتاعت الانجليز، هي موجوده الان، موجوده لكنها سكراب للاسف الشديد. في السفينه الثانيه اسمها الطاهره ايضا برضها دي تقطعت، قطعوها خرده للاسف الشديد. فدي واحده من مشاكلنا، انه تاريخنا نحن ما بنعتز به وما قدام عيننا طول الوقت، فدي دي 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 مشكلة. أنا أذكر نحن في القصر بنشتغل في الشغل دي، فوجئنا إنه بيكسروا في ال 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 الصليب فوق بتاع الكنيسة والجرس بتاع الكنيسة. نحن قاعدين جوا الكنيسة كان بيقع فينا ال ال الحجارة دي، فكان في فهم إنه دي الكنيسة إنها ما عدد كنيسة، مع إنه هي صار من سنة 56 وقفت. عدد كنيسة لكنها أثر تاريخي. هاي أثر تاريخي. فدي دي مشكلة، مشكلة الفهم السياسي اللي بيحاول يعني وعينه ما وازعة فيما يختص بالثقافة والفنون. أيوة. لما يكون العين السياسية ضيقة. فده اللي حصل لنا. وفي مشكلة كمان كبيرة جدا، ذكرتي بكلامك انت مشكورة. يعني بعد الاستغلال عملنا حاجتين غلط. كان في تمثال غردون، تمثالين لغردون قدام المالية. واحد راكب حصان، واحد راكب في جمل في وزينة جميلة جدا زي جمال الهودج. نعم. ديل بعد الاستغلال السياسيين قالوا للإنجليز شيلوا أصنامكم معكم. لا يا أخي سبحان الله، بذكر كان زمان في العملة. نعم. الصورة. نعم. دي كان ممكن نحن نستغلها للسياحة ونستغلها للمعرفة. المشاهد أنا بذكر. نعم. موقف بالنسبة للمقتنيات السودانية في المتاحف البريطانية. نعم. يعني أنا تفاجأت بكمية من عدد كبير جدا من الآثار السودانية القيمة. صحيح. من تاريخنا موجودة في المتاحف البريطانية. صحيح صحيح. هل مفترض إنه الدولة تطالب بإرجاعها؟ وطبعا في بعضها حصل بالسرقات. ايام البعثة او ايام الانجليز دخولهم الاول دي من شمال السودان والى خشوا، في كان البعثات دي كان فيها ناس بيفتكروا انه لهم علاقه بالاسارة، هم كانوا هم لصوص حقيقه، لصوص اسار، كسروا بعض الاثامات وسرقوا بعض الذهب. لكن الترميم اللي حصل بعد ذاك والبعثات الكشفيه جات السودان بعد ذاك دي باتفاقات، في اتفاق وفي بعضها اتفاقات دوليه. يعني تجي البعثة بتمول نفسها في البلد المعين، بيتفقوا معاك انه لو لقوا معسورات بتقاسموها بعض، وهي بياخذوها بنفس الفهم بتاع الاتفاقيه دي وبتمشي في متاحفهم هناك معروضه، يعني ما تمشي محل ثاني، تعرض لكنها تكون باسمك انت. نعم. ده حصل بعد الاستغلال. لكن ما قبل الاستغلال كان في نهب حقيقي موجود.
نعم، يمكن فعلا هنالك مطالبات من بعض الدول يعني اللي سرقت آثارها باسترجاع واستعادة، وإن شاء الله نحن برضو حكومتنا تطالب باستعادة ما أخذ من آثار قيمة في المتاحف المختلفة أو المتاحف البريطانية تحديدا. يمكن تكون هنالك أيضا يعني اهتمام بمتحف القصر تحديدا، يعني برأيك هل يحتاج للمزيد أيضا من العمل حتى يكون متاح للجمهور ومتاح لزوار السودان؟ نحن كنا كتشكيليين كنا بعد ما بنوا القصر الجديد اللي هي أنا قاعد أقول أيقونة مصرية سوري أيقونة صينية يعني أيقونة ثقافية معمار صيني صيني خدتنا وهنا في حتة زي الشام بقت في رأسنا وبقت كنا نفتقد إنه القصر القديم يوظف لتاريخ السودان يعني يفضل القصر يرحل في القصر الجديد وده نحن قدمنا مقترح له كتشكيليين تحت تشكيليين إنه ده ممكن نعمل فيه كل حاجة بالسودان من كوش والمتحف من المتحف القومي نشيل منه بعض الأشياء ويكون تاريخ السودان موجود في القصر كله إلى الآن في كل مرحلة نضيف له مرحلة معينة. فللأسف الشديد ما المسألة دي ما لقت قبول وما تنفذت ودي حنحاسب عليها بعدين دي غفلة كبيرة يعني. نعم طيب الفن التشكيلي واهتمام الدولة به يعني خاصة يمكن لفت نظر الناس أكثر بعد الثورة وظهور المجسمات والرسوم على الحوائط يعني هل يمكن أن نقول يعني هنالك قد تكون صحوة فنية ننتظرها أو نتأمل فيها؟ يا ريت لكن هو حقيقة يعني دي أمنية نحن كتشكيلين يعني معجعجنا في ذهننا لأنه ده دورنا نحن فرضنا نقوم به لكن لا يكتمل إلا به عن طريق الآخر اللي هو الدولة الواعية الفاهمة اللي بتخطط لحاجاتها كلها بما فيها الفنون. نحن التخطيط في جامعة الفنون ضعيف جدا لأنه الكثير من السياسيين منذ الاستغلال إلى الآن بيفتكروا أن الفنون دي هي مثلا ما يدوع معلومة مؤسسات هي حاجة كده بتاعت يعني هوايات وهي لا هي أبدا ما كده هي علم عنده مجالات الواسعة جدا جدا عندنا مجالات في كل المناحي بتاعت الحياة بالتالي الفهم ده خلى الفنون تضمر في ضميرنا كلنا وفي مشاعرنا وفي مقررات الأكاديمية نفسها مقررات الثانوي مقررات ضعيفة جدا زمان يعني أنا كنت أستغرب جدا إنه التعليم زمان كان مع إنه وضعوا الخواجات اللي إحنا حرمناه ومرقناه من برا السودان لكن وضعوا أسس التعليم أنا شخصيا أفتكر إنها كانت سليمة جدا وكثير من الناس بيتفقوا معي لأنه كان فيها ما فقط القراية فقط كان فيها نواحي إنسانية كان فيها نواحي بتاعت هل تصدق إنه كان في زمان الإنجليز في حصص بتاعت تربية وطنية نعم كانت موجودة عملها الإنجليزي عشان يقوي الحصة الوطني عندك زيادة على الحصص بتاعت التربية الريفية زيادة على التربية الفنية البنات كان عندهم التربية الأسرية ويعلمهم الطبخ كيف ده كله كان موجود في مدارس الابتدائية وانت صعودا ده نحن تخلينا عنه يعني كان ممكن نحن لما مشينا على النهي ده في المدارس الثانوية ومدارس التعليم العام كان ممكن ده يعني يدينا طفرة كبيرة جدا في انه كل زول مرة بالمرحلة بتاعت الابتدائي والكتاب الوسطى والثانوي اخذ جرعات كبيرة جدا جدا من الفنون اللي بتخلينا نحن يعني الشعب مشاعرنا نحو الفنون عالية جدا ونتفهمها ونستجيب لها ونطرب لها يعني الطرب ده ما فقط في الغنى بس الطرب بصري وسمعي أيضا نحن الجانب البصري عندنا ضعيف لأنه ما ربينا التربية الصحيحة لأنه كيف نشوف الشيء الجميل. نعم طيب دكتور عبدو يمكن هنالك زي ما ذكرت حالة عداء مع فن الصور المجسمة يعني إلى ماذا تعزي ذلك؟ خاصة التمثال خاصة المجسم يعني المجسم لأنه بيك مربوط بالدين وأنا أفتكر إنه برضو كثير من الفهم ده في الحتة دي مغلوط الدين ما 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 ما, ما كده إطلاقا وده ما مجالس نناقشه لكن يعني لو بس عيننا
ليه وراء كثير جدا من الدلائل بتقول انه التمثال ده كان موجود، وكان في انبياء زي سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام كان بيأمر الجن يعمل له تماثيل لانه بيجمل المدينه بتاعته. فيبقى لما التمثال يعبد يبقى حرام، لكن لو ما عبد يبقى بالتالي هي زي قطعه بتاعت شيء اخر يعني، لكن عندها قيمه اخرى. نحن خلطنا بين الفهم ده وبين المعنى المقصود من التمثال. لو هو أصلا ما بيعبد، وما في زول، ما في مسلم الآن بعد اليوم أكملت لكم دينكم رضيتكم الإسلام دينا، يعني من دي ما في زول ارتد أصلا إطلاقا. فالفهم بتاع ربنا سبحانه وتعالى ومفهومه في ذهننا بقى مختلف، ما لا يجسد، هو شيء معنوي في نفوسنا وفي أذهاننا. نعم. طيب دكتور عبدو، يعني الفن التشكيلي بصفة خاصة النحت متهم بأنه فن خاص بالطبقات الأرستقراطية، كيف ترد على ذلك؟ ولو خاص بديله وبعدين بيتروج أحسن لنا، لأنه إحنا ممكن يكون تجارتنا رابحة. لكن هو 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 قد يكون المزلة ما كده، لكن لأنه المزلة هي ثقافية. يعني الطبقة الأرستقراطية لما نصفها صفة زي دي هي أرستقراطية، معناها فيها شيء من الثقافة وشيء من التعليم وشيء من الفهم. يبقى بالتالي الطبقة الزيدية هي أكثر طبقة بتكون يعني عاوزة تعيش الدنيا بمتعتها. فالمتعة دي متعة حسية، متعة معنوية وحسية. فالناس الزيدين بيقتنوا فعلا اللوحات أكثر من أي زول تاني. كان تمثال، كان لوحة معلقة، هم المحظوظين لأنه فاهمينها. وبالتالي هم اللي بيجوا يحضروها معارضها وبيشوفوها يعني. نعم دكتور عبدو، يعني ثورة ديسمبر هل كانت أو سميت بأنها ثورة الألوان؟ يعني هل تستمر الثورة ويمكن أن نقول أنها ثورة تشكيل؟ نعم نعم، هي الألوان هي طبعا برضه هي تشكيل، لكن إحنا من هذا المقام نحن نحيي الثورة والشباب الثورة. وهم قابضين على الجمر، هم قبضوا الألوان ونثروها في حياتنا في أيام الأولى الثورة، وكانت أعمال راسخة. كنا نتمنى أن نكون موجودة الآن عشان هي بتوثق لتاريخ الثورة السودانية. وهي بفعل فاعل انتهت، يعني بقت ما موجودة للأسف الشديد يعني. وده جزء من غفلتنا يعني. في يوم من الأيام افتكر أنه هي أجيال قدامي يفتكروا أنه كان ممكن الجدران تكون موجودة توثق للحركة، حركة الثورة دي. لكن نحن دي غفلتنا الآن، حنندم عليها بعدين، زي ما ندمنا على أشياء كثيرة حصلت في الماضي نندم عليها الآن. فكان يفترض أنها تكون موجودة لأنها بتحيي في أسهاننا الثورة. والثورة هي هو وفعل أكثر منه يعني هتافات أو هي مواقف. الثورة الآن هي في قلب الشارع وفي قلب الشباب ديل، ونتمنى أنه يعني أنها تصل لشاطئ مريح لنا كلنا في السودان. آمين يا رب. الدكتور عبدو، يعني الحديث يقودنا في الختام إلى الحديث عن دور ومطلوبات الاهتمام بفن النحت والفن التشكيلي بصفة عامة. ذكرت مشاكل كثيرة تواجهكم عبر الاتحادات، ما هي المطلوبات لتطوير ذلك الفن؟ الفن اللي وسكناه من ناحية بتاعت تربية زيه وزي المواد الأخرى زي الرياضيات زي العلوم، يفترض يخش في المدارس بصورة واسعة، والدولة في منهجها وفي سياساتها وفي تخطيطها تهتم جدا بأنه التربية الفنية دي والفنون عندها دور واسع جدا جدا في تفتيح الأسهان الطلاب والتلاميذ. لأنه يعني قد لا نتكلم فيه الآن، لكن في دراسات كثيرة نفسية وضحت أنه الفنون بما فيها الموسيقى وبما فيها المسرح وبما فيها التشكيل يفتح أسهان الطالب. الطالب زي ده عملوا دراسات لقوه بيستوعب العلوم الثانية الرياضيات والجغرافيا أحسن من الطالب الثاني اللي ما بيقرأ فنون. فدي بقت من المسلمات. يبقى بالتالي عشان نعبر الدولة تهتم بالتخطيط للفنون وتوفر له إمكانياته. للأسف الشديد نحن ما نوفره للتعليم في السودان ضعيف جدا جدا. وانا اذكر كان في مؤتمر قبل 5 سنة جابوا فيه المهاتير. مهاتير جاء كان حضر المؤتمر الاقتصادي وسالوه، قال له كيف يعني ماليزيا نهضت كيف؟ قال له انتم في زمن وجيز نهضتوا كيف يعني؟ قال له نحن لانه وفرنا للتعليم 20% من الدخل الناتج المحلي.
فده عشان كده هم الاهتمام بالتعليم هو أولا وثانيا وثالثا، لأنه هو التعليم اللي بيطلع كل الأشياء الأخرى الثانية. نحن للأسف الشديد، أنا ما عايز أقول ميزانيتها كم لأنها مخجلة مخجلة جدا جدا، وبالتالي ده خلانا إلى الآن التعليم هو كسيح مكسح يعني مشلول للأسف الشديد، إلى أن يأتي يوم يحصل المجال المعكوسة، نحن نضيف للتعليم قدرات عالية جدا من الإمكانات ينطلق إن شاء الله. نعم، شكرك دكتور عبدو عثمان الفنان والتشكيلي على هذه الإضافات والثراء التي تمت خلال هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق. أنا شاكر لك جدا وشاكر للغناء، وربنا إن شاء الله يعني مسائلنا كلها تمشي صحيح. اللهم آمين.